مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يزور موسكو ويشدد على ضرورة مواصلة المحادثات بشأن الأزمة السورية، ضرورة يربطها بيدرسون بمعاناة السوريين التي فاقمها تفشي فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية. فأين أصبح مسار الحل؟ وهل باتت الأمور ناضجة دولياً وسورياً للانتقال إلى حلول ناجعة؟ نناقش تطورات هذا الملف معنا من دمشق عضو اللجنة الدستورية عن الحكومة السورية دكتور محمد خير عكام، ومن واشنطن مدير مركز الشرق للدراسات الدولية دكتور سمير التقي. أهلا بكما إلى هذا الحوار، لكن قبل أن نبدأ معكما نتوقف مع أبرز مواقف الموفد الدولي إلى سوريا ووزير الخارجية الروسي بعد لقائهما في موسكو، نتابع. أوافقكم بأن الوضع في الميدان صعب، والوضع الإنساني والاقتصادي إضافة إلى أزمة كورونا كلها تسهم في زيادة التحديات أمام الشعب السوري. فبعد 10 سنوات من النزاع لا يزال الشعب السوري يعاني، ولكن نحن نعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لإنهاء هذه المعاناة، وعليه نحن بحاجة إلى الدعم الروسي. الوضع الإنساني يظل أكبر تحدي في سوريا، وخصوصا في ظل الصعوبات التي ألقاها وباء كورونا على عاتق البلاد. نحن نؤيد وبقوة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف حدة العقوبات المفروضة على سوريا لمواجهة هذه الأزمات، لكننا تفاجأنا بموقف الدول الغربية التي تجاهلت كل هذه المساعي. دكتور محمد خير عكام، أبدأ الحوار معك. استمعت معنا إلى هذه التصريحات التي خرجت من موسكو. مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون يؤكد على ضرورة التوصل لحل للأزمة السورية، حل سياسي يتحدث عن حوار سوري بعيدا جدا عن أي تدخلات خارجية. وبالتالي نتساءل هنا، هل بات الوقت والمعطيات مناسبة للتوصل إلى هذا الحل حاليا؟ مساء الخير أول شيء لك ولكل المشاهدين. نحن من البداية في سوريا دعينا إلى حوار سوري دون تدخل خارجي. أنا أعتقد أن مسار الحوارات التي جرت منذ عام 2014 حتى الآن الذي عطلها هو التدخل الخارجي، وخاصة التدخل الغربي. يعني وأنا بدي أذكر فقط وبدي أسأل، لماذا المسؤول الأمريكي يعني يجتمع مع يعني من يسمون نفسهم معارضة، ولماذا يتدخل في هذا الشأن؟ وهنا وجه سؤالا، أليس هذا الاجتماع مخالفا لأسس الحوار أنه حوار سوري بملكية سورية وفقا للقرارات صدرت بناء على ذلك حدث هذا الحوار؟ أعتقد أن الذي يعطل هذا الحوار هو التدخل الخارجي، ونحن نعرف سبب هذا التدخل الخارجي، لأن الدول التي شنت هذه الحرب على سوريا حتى الآن لم تحقق الأهداف التي سعت إلى تحقيقها، الآن تريد أن تحققها عبر هذا التدخل. يعني هنا تؤكد دكتور محمد أن ما يجري حاليا لا يوصلنا إلى نهاية لهذه الأزمة التي أنهكت سوريا والسوريين. هلا إذا كانت النوايا صادقة وكان الحوار سوري والمتحاورين وضعوا يعني أهمية مستقبل سوريا وبناء مستقبل سياسي دون أن يعبروا عن مصالح الدول الأخرى الذين يأتون من هذه الدول، وهنا أعني أنا بعض الدول الأوروبية والجوازات التركية التي يحملها بعض وفود هذه اللجنة، أعتقد يمكن أن ننجح. سأعود بطبيعة الحال إلى تحديدا مصالح الدول الأخرى التي أشرت إليها وكيفية تأثيرها أيضا على مسار هذا الحل. أرحب بالدكتور سمير الطائي معنا أيضا من واشنطن الليلة. دكتور سمير، إلى أي مدى ما تحدث عنه جير بيدرسون بات ضروريا الآن في ظل ما تعيشه سوريا من أزمات داخلية اجتماعيا أولا، وفاقمها أيضا تفشي فيروس كورونا في الآونة الأخيرة؟
يعني بالطبع الوضع المأساوي في بلادنا سوريا أصبح لا يطاق وغير إنساني في كل المناطق وبكل الأبعاد. لكن هل ذلك يدفع السياسيين والاستراتيجيين سواء في سوريا أو في الدول المحيطة لاتباع سياسة إنسانية؟ الواضح أن الأمور لا، عكس ذلك، وأنه بالعكس يتم استغلال هذه الأزمات بشكل أسوأ لتصبح وسيلة لكي يسود أمراء الحرب. النقطة الرئيسية هنا هي أن التدخلات الأجنبية في سوريا، سوريا مفتوحة على مصراعيها، ليس فقط بما يتعلق بالحوار، بل وأيضا فيما يتعلق بالتواجد العسكري المختلف. من مختلف الآن سوريا فيها قوى من أكثر من 14 دولة تتدخل مباشرة في سوريا. وفي هذا الإطار في اعتقادي أن المشكلة الأساسية هي إذا أراد السوريون أن يتوصلوا، هم الآن مطروح أمامهم أحد خيارين: إما أن يقوموا هم بالتوافق فيما بينهم وبعيدا عن التأثيرات بما فيها الروسية والإيرانية التي تجنب زميلنا في دمشق أن يتحدث عنها وكأنها أمر واقع وأنها لا بد منها. إذن التدخلات دوما في الحروب الأهلية تتم من قبل القوى المختلفة من أجل إعادة عمليا تكريس الحرب الأهلية في الاتجاه التي تريدها، فيما إذا جرى حوار جدي وأمكن حصول توافق وطني سوري عمليا يمكن التوصل لحل ولوحدة الأراضي السورية ووحدة الشعب السوري. بدون ذلك الأفق هو أن ينتصر عدد من الدكتاتوريين الصغار في كل منطقة، لأن الواقع الراهن في سوريا لا يسير في اتجاه خدمة وحدة الأراضي ووحدة البلاد. لذلك الأمور في اعتقادي خطيرة جدا بالنسبة لمستقبل الحل، وما لم تكن هناك إيقاف للتدخلات الأجنبية بما فيها الإيرانية والروسية في عملية إخراج الحل وفي عملية التوافق السورية، ليس كما فعل الروس بأنهم في مرحلة معينة أصدروا دستورا لسوريا، وبالطبع يعني سرعان ما يعني عاد الموضوع على عكس مصلحتهم. طيب دكتور سمير، نقطة مهمة جدا أشرت إليها، أعذرني على المقاطعة لكن أريد أن أنقلها لدكتور محمد خير عكام. دكتور محمد، استمعت إلى تساؤل كبير من الدكتور سمير عندما يقول لماذا لا يتوافق الأطراف داخليا؟ أنا زدت لماذا؟ هو يقول أن التوافق بين الأطراف داخليا من خلال حوار جدي ممكن أن ينهي هذه التدخلات الخارجية. أنا أسأل هنا، ما الذي يمنع هذا التوافق بين الأطياف السوريين؟ عليك أن تسألي الذين لا يعبرون عن مصلحة سوريا ضمن هذه الحوارات. يعني دكتور سمير عم يحكي على يعني سمى التواجد والحضور الروسي والإيراني تدخلا في الشؤون الداخلية. أنا بس بدي صحح له، وهو خبير استراتيجي، التواجد الروسي والإيراني في سوريا تواجد قانوني وهو بموافقة الدولة السورية، ولا يمكن موازاته مع التدخلات التي والاحتلالات من الولايات المتحدة الأمريكية والتركي وغيرها من الدول ودعم الإرهاب من دول الخليج. وبعتقد هذا الكلام ما بيضحك دكتور إذا بتريد. أنا عم بحكي بالمفهوم القانوني. نعم، نحن نريد حوارا مسؤولا دون أن يتدخل به أحد، ونحن نعبر عن ذلك في حواراتنا، ولكن علينا أن نراقب الحوار وعمق الحوار. وفيك أنت والمراقبين فيهم يشوفوا عمق الحوارات التي جرت في هذه الجولة على الأقل. هو بالفعل يعني حتى وزير الخارجية الروسية دكتور محمد قال إنه الجلسة الثالثة للجنة الدستورية في جنيف كانت مثمرة ومفيدة للغاية. ما هي هذه المعطيات الإيجابية اليوم التي يمكن البناء عليها إذن؟ عندما نتفق على أنه لابد أن نتفق على مبادئ أساسية وطنية، ونتفق على هذه المبادئ، ونحن الوفد المدعوم من الدولة تكلم عن أول شيء، أول أمر يجب أن نتفق عليه هو الهوية الوطنية والتنوع الثقافي لمكونات المجتمع السوري. بعتقد هون نحن عم نحط ثوابت لوضع إصلاحات دستورية مفيدة لمستقبل سوريا، لا تكون عاملا للتدخل الخارجي كما يريدها الأمريكي والتركي وغيرها من الدول.
دكتور سمير التقي، هل بالفعل اليوم هذه الأطراف الكبرى اتخذت قراراتها من وجودها، وحضرتك أشرت إلى التواجد العسكري على الأراضي السورية، هل اتخذ القرار، هل حسم الأمر حتى يتخذ أو حتى يدفع قدما بالحل في سوريا، بالحل السياسي السوري؟ أقول يعني لكي لا ندخل في الوهم، لا يوجد حرب في سوريا الآن بدون تدخل مختلف الدول في الوضع السوري، ولكن لا يوجد سلام بدون توافق بين السوريين. لن يكون هناك سلام بدون توافق بين السوريين لا يعكس مصالح عمليا القوى الخارجية ويعكس مصالح التوافقات الرئيسية، وأن ينبغي على النظام أن يكف عن اعتبار كل من يفاوضه على أنه إرهابي، وكل من يفاوضه ويبحث معه في قضية الخروج من سوريا من هذه المأساة على أنه بالأصل عميل أو مرتبط أو ينفذ أجندات أجنبية. متى انتهينا من هذا الحوار وبدأنا نتحاور كسوريين الأمر المتعلق بقضية الاعتراف بالثقافات والأعراق والطوائف في سوريا؟ هذا أمر أساسي، ولكن الأمر لن يتم بالقسر، لن يتم بالغصب، سيتم بالضبط بأسلوب توافقي بالرضا وبالرضا هذا الذي يؤسس لحل مستدام في سوريا، الرضا بالحل من قبل الجميع. وهذا الأمر لن يتم من منطق الظافري الذي لا تزال الحكومة السورية تعمل عليه. والمثال الأكبر لدي هو التجارب في درعا. درعا أنا قلت لنفسي حين رأيت هذه التوافقات التي اشترحها الروس، لو أمكن للروس أن يقوموا بالالتزام بهذه القضية هذا سيفتح مخرج كبير. الآن حتى الآن قتل 212 شخص من الذين وقعوا التوافقات، هل هذا يعتبر نصر للحل في سوريا؟ هذا تعميق للحرب سوريا، هذا تعميق لدور أمراء الحرب في سوريا على صالح التوافق السوري. لذلك لو أمكن الوصول إلى أي مستوى من التوافق، وحين يتم التوافق يتم ذبح الذين يوقعون على الاتفاقات وقتلهم، هذا أمر يضع شكوك كبيرة حول آفاق. دكتور محمد، إن توفرت هذه النوايا الحسنة ليتحدث عنها الآن الدكتور سمير بين السوريين، ألا ينتصر السوريون على كل هذه التدخلات الخارجية ومخططاتها في الداخل السوري؟ هلا بالتأكيد لا بد من توافق بين المتحاورين، ولا بد أن يكون الحوار مفتوح على مصراعيه، ولا حدود لهذا الحوار بالتأكيد. ولكن وأنا دكتور سمير، أنا لم أعمم، أنا لم أقل أن الجميع من نحاورهم هم إرهابيين، أرجوك لا تأولني كلام ما قلته. هذا أولا. ثانيا أنا ما عممت، ما قلت الجميع لا يعبرون عن انتمائهم لسوريا، ولكن قلت عم بيعبروا عن مصالح الدول الذين يأتون منها، وأنا أعي ما أقول لأنه أنا ضمن الوفد وأنا أعي أسماء بعينها ولا أعمم. عم تحكي على تجربة درعا، تجربة درعا كانت بحاجة إلى نزع السلاح، لو نزع السلاح كما حدث في المصالحات الأخرى لما جرى ما يجري الآن في درعا. ونعم، ولكن المصالحات الميدانية اللي صارت بردت ونقلت المنطقة من حال إلى حال. نتمنى تطوير المصالحات المحلية إلى مصالحة وطنية، وهذا ما تسعى الدولة والحكومة على العمل عليه. دكتور محمد، دعني أعود معك قليلا إلى الإيجابية اللي قرأناها في آخر التصريحات اللي خرجت عن جير بيدرسون وعن وزير الخارجية الروسية. دعنا ننطلق من هنا، هل يمكن البناء على هذه النقاط اللي قالوا إنها إيجابية؟ ولو تطلعنا عليها لو سمحت. نعم، أنا يعني بعتقد أنه أجواء هذه الجولة كانت مختلفة عن أجواء الجولة السابقة، لأنه الجولة السابقة كان الاختلاف على العنوان. باعتبار أننا أنجزنا الاتفاق على العنوان، فدخلنا في عمق الاتفاق على مبادئ أساسية وطنية لكي تبنى على أساسها المبادئ الدستورية. نحن من جانبنا تكلمنا عن مبدأين أساسيين، الهوية الوطنية والتنوع الثقافي، لأنه هي خصوصية الشعب السوري لابد من البناء عليها. هناك مبادئ أخرى، الطرف الآخر طرح مبادئ أيضا كانت محلا للنقاش،
وصلنا إلى يعني كان في قواسم مشتركة بين المجتمعين، ولكن يعني بعتقد الجولة وما جرى في الجولة بسبب الكورونا لم يجعلنا نتعمق أكثر. نتمنى بالجولات القادمة نكمل هذا الحوار لنتفق على مبادئ أساسية وطنية لكي نبني عليها، وأعتقد أن البداية كانت إيجابية، أو على الأقل الأجواء إيجابية تختلف عن أجواء الجولة السابقة. نسأل هنا دكتور سمير التقي عن إمكانية تأثير مسألة توزيع النفوذ لهذه الدول الكبرى على هذه المجريات، تحديدا على هذه الإيجابية اللي نتحدث عنها اليوم واللي نأمل بطبيعة الحال أن تترجم في الجولات اللاحقة. للأسف ملاحظتي الرئيسية أن الصراع على سوريا أصبح مفتوحا وهو بعيد عن الاستقرار. التطورات التي جرت مؤخرا في عدد من المناطق وخاصة في الجنوب وفي شرق الفرات تشير إلى أن استمرار هذا الصراع الدامي بين قوى تنتدب بعض السوريين هنا وهناك وبعض الإيرانيين والأفغان وغيره للقيام بأدوار معينة، ولكن من حيث المبدأ في رأيي أنا أن الصراع المفتوح في المنطقة لا يزال، إذا نظرنا بالناظور الآن من الساحل السوري إلى عدد الأساطير التي استجلبت إلى المنطقة في إطار هذا الصراع بشكل يدعو فعلا إلى الشعور بالقلق، باعتقادي الوضع الدولي لا يشجع. ومع ذلك أنا أقول التغيرات الدستورية لا تحتاج للمفاوضات، يستطيع النظام بكل بساطة أن يقوم بكل ما هو مطلوب من قباله الآن وأن يعدل ما يجب تعديله. لماذا نحتاج للتفاوض؟ الأمور واضحة تماما. إذا أراد النظام أن يأخذ زمام المبادرة ويقوم بالتعديلات التي تؤدي إلى القبول الطوعي لكافة مكونات الشعب السوري بغض النظر عن منطق المعارضة وبغض النظر عن البديل الذي يتم تحضيره الآن، يمكن للنظام أن يخرج سوريا إلى حد بعيد من هذا المأزق. أما قضية الدول الأخرى فهي قضية يمكن معالجتها في مراحل لاحقة. الحوار السوري يمكن أن يبدأه النظام بإجراء التغييرات البديهية التي مطلوب أن تجري في بنية الدولة السورية، وخاصة فيما يتعلق بالضبط بما تفضل به زميلنا من دمشق حول قضية الاعتراف بمختلف مكونات الشعب السوري بحقوقها ليس فقط الثقافية بل بدورها الرئيسي في تكوين المجتمع والقرار السياسي والاقتصادي والانتهاء من كل المظالم العميقة التي تختمر كانت على مدى 70 عاما في سوريا. هل تحددت الأولويات دكتور محمد خير عكام للمرحلة المقبلة لسوريا؟ يعني البعض يقول أنه من الخطر جدا أن بعد ما يقارب من 10 سنوات من النزاع لم نصل إلى نتائج ملموسة. هلأ الدكتور سمير تكلم عن أن هناك صراع على سوريا. نعم هناك صراع، ولكن الصراع على سوريا ومع سوريا. يعني عندما نتكلم عن تنوع واعتراف بمكونات الشعب السوري نعم، ولكن ليس على حساب الانتماء إلى الانتماء الوطني. الدول التي صنعت هذه الحرب هي تريد أن تفكك سوريا على طائفيا وأثنيا وتحولها إلى دولة إلى مكونات الشعب السوري لكي يصبحوا يخافوا من بعضهم بعضا وتتقاسم السلطة على أساس طائفي. هذا لا يمكن أن نقبل. أنا كمواطن سوري لا أقبل به، لا أقبل أن يكون الدستور السوري كدستور بريمر في العراق أو الدستور الطائفي في لبنان. الرئيس اللبناني منذ يومين تكلم عن سلبيات لبنان طائفيا وقال وتحدث عن تجربة 100 عام كيف أوصلت لبنان إلى أفق مسدود. هذا ما لا نريد أن نكرره في سوريا. طيب وما المنتظر حاليا دكتور محمد في الدقيقة المتبقية؟ يعني إن كان تحددت ما لا يجب فعله، ما الذي يجب فعله إذن؟ هلأ الدكتور سمير تكلم عن التغيرات المطلوبة. بتمنى أنه ما في تغيرات مطلوبة. التغيرات تتم بعد الحوار بين السوريين دون أن يتدخل في هذا الحوار أحد. ما ينتجه الحوار من إصلاحات تنتج عن هذا الحوار دون تدخل خارجي يمكن أن يصب في مصلحة الشعب السوري.
نتمنى هذا الحوار الجدي بين الأطراف السوريين يعني لإنهاء هذه المعاناة التي يعيشها الشعب. شكرا جزيلا لمشاركتكما من دمشق عضو اللجنة الدستورية عن الحكومة السورية الدكتور محمد خير عكام، ومن واشنطن مدير مركز الشرق للدراسات الدولية الدكتور سمير الطيب.